1838 سبية بهالطريقة هذه. وترى مو بس اليزيديات انسبوا، حتى انسبوا من أهل تل عفر. ولكن اللي صار فيهم ذولاك البنات أنه بالعقلية مال داعش اليزيدية يعتدون عليها والأفو يختصبون وهذه وش اسمه ويأخذوها سبية، ذولاك لا يحرقوهم ورا اللي يعتدون عليهم. الدواعش من يأخذون بنات من تل عفر يحرقوهم بنات تل عفر، يقول لك ما يصير أسويها سبية ورا ما يغتصبها يحرقها. طبعا وهي حالة صارت، واحدة من البنات حكت ليها قالت احنا في رقة في سوريا الغرفة اللي بصفنا بها 3 بنات من تل عفر ورا ما اعتدوا عليهم حرقوهم أحياء.